اليوم بفضل من الله سبحانه وتعالى تم إطلاق مبادرة متطوعي اللي هي وحفظ النعمة سفير حفظ النعمة. سفير حفظ النعمة هذا تم التنسيق مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على تنسيب شخص يقوم بمقام إدارة حفظ النعمة اللي هي ما يختص بحفظ الطعام وحفظ الكساء وحفظ، فينشر ثقافته في المؤسسة التي يعمل بها، كما ينشر هذه الثقافة في أوساط أسرته وأوساط المجتمع اللي هو عايش فيه.